يبغى ياكل. شنو انت فعلتها كذا؟ امنا بعدين ارجع لكم لو سمحت في نظارات. شوف عبايته جديدة. هو يحط الهادي عشان نعرف نشتغل. اتشا لو تلاحظون انا غيرت المكان حق التصوير قولوا ليش. ايش؟ عشان انا ما ابغى غرفتي خلاص فضحت السر. المهم انه ما ابغى صف غرفتي عشان خلاص. اليوم الوطني السعودي 94 دي ملم ولا مانع يعني يا رب ببكي. فاليوم بنحتفل باليوم الوطني وانا اليوم بسوي لكم تحدي. بس دقيقه خلينا نحط الهايلايت عشان انا لو ما صار مو انا. المهم اليوم راح نطلع نحتفل وكذا. هو شوفوا الاحتفال بكره اللي هو 23 سبتمبر. بس خلاص احنا عندنا هنا عندنا الاسبوع الوطني حرفيا. الاسبوع الوطني اسبوع كامل كل احتفالات. اللي يحتفل مع اهله واللي يحتفل برا واللي ماكس. انا امس لا يوم الجمعه احتفلت عند ستي واليوم نطلع نحتفل برا. فحس الموضوع مره يحمس كذا تغير. الزبده اليوم عندي تحدي. ايش هو؟ بسوي ميك اب كامل وانا استخدم منتجات صناعه سعوديه من ناحيه كونسيلر بلاشر برونز كل شيء. يعني اغلب المنتجات حتكون من لوكا. شوفوا يا جماعه كرم قاعد يلعب سوني عشان كذا صوت المروحه ما ادري ايش كذا مره عالي. المهم كرم هذا ما يخص صوته. ها احس اني بطير من الصوت. طيب المهم اني ححط من هذا اي شادو. شوفوا الوانه شوفوا بس. طيب احدثكم عن تقلبات المزاج. اقول لكم هذه انا جوجو. تخيلوا على اساس اليوم ما ابغى اصور فلوج. يعني ليش؟ لانه احس انه مره كان ضغط علي مره لانه في شيء انا قاعده اسويه قاعده اشتغل عليه. فعلى ما اسويه على ما اشتغل عليه على ما يصير كل شيء يعني اقل شيء ممكن ياخذ شهر. فقلت يا اخي معقوله بقطع شهر؟ لا صراحه الاحداث اللي تصير بصورها عادي. فاليوم صادف انه يوم وطني خلاص قلت بصور لكم فلوج والاشياء اللي بتصير في اليوم بصورها. ما راح اخطط ولا على شيء كذا. الاشياء كلها تجي عفويه. الزبده انه ان شاء الله الفيديو يكون طويل ويكون حلو وتستمتعوا معايا. كم بينكب العباية السعودية. انا ضحك. لا لا كرم بلا لا كرم. طب حيطلع صوت. طب خلاص يلا بكره شيك بي سي يا خير. انفجر الزبدة. ثاني خطوة خلينا نحط برونز. فبرضه حستعمل انا اصلا اغلب المنتجات عندي دحين حقت لو. هذه هي برونز وبلشر وهذا. طيب خلينا نكمل سوالف. الزبدة انه انا اخر فترة تعرفوا الشعور اللي ضغط الوقت غير طبيعي وماني قادر انجز ولا شيء. عشان كذا قاعدة احاول انه انا ما ابغى اصور شيء مزيف. ابغى اصور كل شيء حقيقي. فخلاص افضح لكم السر ولا ما افضح لكم السر؟ السر هو انه انا بغير غرفتي تغيير جذري. كل شيء بغيره في غرفتي. حتى بيصير عندي طاقة. يعني واحدة جات قالت لي انه جوج ليه ما عندك طاقة في غرفتك؟ طاقة شباك. اشياء محزنة ما اتكلم عنها. اللي سوى البيت جدي وجدي لسه يحط طاقة في غرفتي للأسف. يعني كل بنات انا مرة متحمسة عشان كذا اصلا تشوفون الفترة الاخيرة كذا شوية مرة مختفية. هذا هو السبب. ان شاء الله بنطلع بنتيجة رهيبة جدا جدا جدا. Got to go then I fell in love with you. وعاش سلمى. طيب ثاني خطوة بعد ما سوينا الخطوة هذه بس بحط سيتنج سبراي عشان يثبت شوية والوضع يصير طبيعي. برضو من لوكا. ايوه صح بنات. شوفوا انا قدني سويت حواجبي بس برجع مشطها برضو هذا براند سعودي بقول لكم عليه دحين. يجنن يجنن يا بنات بشكل غير طبيعي. لازم تشتروه. شوفوا او ماي جاد. شوفوا هذا هو يتكون من. ليش كل شيء قاعد يطير مني؟ طالعوا كيف فكرته للي ما يعرف يرسم الحواجب. بحيث شوفوا بحيث انكم بس تسووا كذا وتسووا الطرف دون مرايه يضبط. هذا فكرته فنانه يا بنات. شوفوا الفخر. شوفوا هذا زي الجلول الحواجب بحيث انه يثبت الشعره نفسها ما تطير ولا شيء. من جد يثبت بنات. انا جربته يمكن لي 5 ايام اجربه. رهيب.
بجيب الكونسيلر واجي. انا عندي برجات ترى انا جالسه على الارض عشان كذا شكلي غريب. المهم انه بحط الكونسيلر هذا، شوفوا هذا هو، هذا برضه صناعه سعوديه. تخيل يناسب اصلا جميع انواع البشره. انا كذا مغبشه. فوكس فوكس محمد، ايوه. فيلا دحين راح نحطه، هستعمله بس للتنوير لانه هو فاتح علي شويه. فشوفوا نحط هنا هنا وننظف عند الاشياء اللي تحتاج تنظيف. ليش ليش اقول لكم عند الاشياء تحتاج تنظيف؟ خير. وهنا وبحط عند الانف كذا وكذا. انا ليش قاعده اطالع هنا؟ ليه ما قاعده اطالع هنا؟ احس المستحي اطالع. انا حطيت الاشياء هذه عشان ينور كذا نطلع. المهم راح اخذ الفرشه هذه، هذه احسن فرشه تاخذوها في العالم. كنت مستحقرتها والله، كنت مستحقرتها. اقول هو صح اسمها مستحقرتها؟ مستنقرتها مستنقرتها مستحقرتها ليه؟ المهم انه كنت اقول يا اخي يعني فرشه ايش بتسوي مثلا؟ يعني هل مره لهذه الدرجه؟ لا والله انها تجنن. شوفوا كذا، بس سووا كذا وخلاص، سووا اللي تبغوه، اجلسوا على الجوال، سووا اي شيء خلاص. شوفوا كيف الدمج يجنن يجنن. ترى الخطه كانت ان انا اختفي واصير غموض وبعدين ارجع لكم بعد شهر واقول او ماي جاد شوف ايش سويت غرفتي جديده، بس ما قدرت والله ما قدرت بنات. ابكانا مسحور مسحور الكاميرا بنات، كاميرتي هذه الايام صايره كان احد جالس عليها. شوفوا والله حلو الصوره مره، بنات احبكم. اشرب شويه يا برضو جلس لوكا. فكذا بس شوفوا لونه، شوفوا لونه كيف، بس قاعده اطبطب وشوفوا كيف اللون. صراحه انا حغش بروح الغرفه احط محدد بني لانه انا شكلي بدون محدد بني صراحه، يعني انا احب المحدد بني. فبس اتوقع كذا خلصت الميك اب، يعني ما ابغى اسوي كذا اشياء اوفر يعني ما ابغى اسوي كذا اشياء اوفر وما ادري ايش. نسيت الهايلايت الهايلايت الهايلايت، معليش لازم ابرق ورق. انا حطيت اول هايلايت. سامعين صوت المنبه؟ هذا منبه اهلي. كذا حط قليل بعدين بسرعة 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 بسرعة. رميتها. يعني المروحة لها 20 سنة في الغرفة، الحين تبغاها؟ او ماي جاد كنت بحك عيوني، كنت بحك عيوني. خلاص انا كذا خلصت، بروح اصحي اهلي عشان يصحوا واجيكم. شوفوا اوتفت اليوم الوطني. العباية ما وريتكم هي علي صح؟ شوفوا كيف. شوفوا من ايش بالفوكس سمحت، ايوه شوفوا من كندلاين. بنات العباية تموت مرة على الحقيقة. طبعا بعد ما سويت الميك اب هذا كله البس النظارة، ما ادري ايش احس وانا بعد ما اخلص الميك اب كل شيء البس نظارة، يروح كل الميك اب. جايز الوطن في قلوبنا، بابا سوى لنا 1-0 وراح محل اثاث. طب اليوم الوطن. قاعد استلم انا في السيارة الين ما يخلص، وصراحة انا ما ابغى اخرج الفلف مالي خلق، ما فيني حال ابدا، فل طاقة طاقة صفر، طاقة بس تبغى يوم وطني، الوطن في قلوبنا. تامي يا من عاشون يا عاش سلمان. او ماي جاد هذا مين؟ خير ايش في ان شاء الله؟ ايش تبغى؟ سارة سارة سرقت سرقت. ها ايش سوي؟ خير؟ تروح البقالة؟ لا ما ابغى اروح البقالة شكرا. ما ابغى. ما ابغى. ما في حل والله كرم، معليش. تخيل دخلت البقالة لقيت شارع وطني بس ما في نظارات. ابغى نظارات لو سمحت، في نظارات خضراء؟ ما في نظارات خضراء، بس صدق او لا تصدق انه انا دخلت عشان اشتري صامولي، والله الريحة مرة تشهي. جايز صدق او لا تصدق ان انا دخلت البقالة، والله قبل ما ادخل البقالة شميت ريحة صامولي قوية جدا، ما تحملت صراحة والله على طول اشتريت. بس صامولي ما اشتريت معاه شيء. والله الريحة تشهي تشهي تشهي. شوف شوف الحين اقول لك، انا يقهرني هذا الشيء، هذا الشيء يقهرني. الوطن في قلوبنا. ترى اليوم 22 سبتمبر، المفروض انه بكره نحتفل بس. شوف 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 كيف لين. بسم الله الرحمن الرحيم.
جوك فمي كبير. ابداع والله. جماعة شوفوا كرم كان قاعد يطقطق عليه عشان اشتريت صامولي، الحين هو الا يبغى ياكل. شلون دفعتها كذابة؟ كذاب والله كذاب. لا تحلفي. شلون دفعت 4 ريال؟ انت الحين ايش تبغى يعني؟ هات بفلوس يا. لا ما فلوس. خلينا نقطع العلاقة، نقطع العلاقة. يلا برا يلا عشانك اخويا بس بعطيك فلوس. ايش اللي عشانك اخويا؟ عقد الاخوة بس فقط. شان. هذا ايش؟ للان ما في فعاليات، بس كذا قاعدين نمشي بالسيارة. ايش تسميه؟ بين ايش يعني؟ انستغرام انستا. شوف ما شاء الله هذا خلاص. يلا عندنا مليات يوم نطر عندنا نسيم هنا فلا صورني. جماعة السنة هذه ما أحس فيه مرة فعاليات، ولا يمكن عشان اليوم ما 22 سبتمبر، المفروض بكرة المفروض تكون فعاليات رسمية. أيوة قاعد اتخيل شكل اللي في النادي وهم قاعدين يطالعوا في الناس اللي هم يحتفلوا. بعدين سمعنا انه عندهم عرض على اليوم الوطني فاجينا بناكل. احس اني مره مشتهيه سوشي خاصه الخطه سوشي. خلينا ندخل نشوف. يلا كل. طبعا حلفين نحلل كل عروض اليوم الوطني. يلا بسم الله نجرب. هذا كله ولا فيه كمان؟ يلا ان شاء الله يطلع بالكرام لاني خلاص في مطعم الربيان. بسم الله. السيارة هذه امبوستر، مقصد الاعلام. ليش في سيارات كثير صارت زرقاء تمشي من قدام؟ كرم بيروح مع اصحابه بس خلاص بنودعه. خلاص كرم ما راح يجي معانا. برضو نحلب عطور، مو عطور عروض. لسه جالسين نحلب عطور. ليش قاعد اقول عطور؟ عروض يوم الوطني. جينا ناكل كريب، طيب تخيلوا بكم؟ 9.94 هللة. لسه قاعدين نحلب العروض. ايوه هذا احسن مكان ممكن تاكلوا فيه كريب كريسبي، مره رهيب. حتى قهوتهم مره طعمه. خذ الكريب بالشوكليت البلجيكيه مره اطعم. شو كيف الناس كلهم يكونوا قدامي، اول ما اشغل كاميرا يختفوا، ما ادري فين يروح. ما لقى احد يبخ علي. طيب كذا يعتبر اننا خلصنا تقريبا اول يوم. اقيم 8/10، بس 10/10 ليون الوطن، لكن اليوم ما في مره فعاليات، فاتوقع انه بكره بتبدا الفعاليات الاصليه، لانه بكره اليوم الوطني 23 سبتمبر اليوم الثاني، واليوم خلاص اليوم الوطني 23 سبتمبر. انا الحين جالسه، طيب ما عندي ولا شيء، فاضي وطفشانه. فجاء في بالي قلت يا اخي دامني ما صورت صور اليوم الوطني وانا طفشانه، ليش ما اقوم اسوي جلسه تصوير؟ ما حسيت اني جهزت كثير، فعشان كذا بسوي كل شيء من البيت. بس بوريكم ايش الشيء اللي انا حسيته يناسب كذا. ايوه هذه زي كذا بالضبط. شوفوا
واو مرة واو مرة أحب البوسترز اللي زي كذا. طيب شوفوا طبعت الأوراق، طبعت هذه الصورة وطبعت هذه، مرة حسيتهم الاثنين مع بعض مرة كويسين، مرة حسيتهم الاثنين حلوة. لا مفروض أكتب هنا 94 عام. ما شاء الله عليه مرة ذكية. المهم فيلا دحين بروح ألبس وأجي. جماعة الوضع مرة يخوف، شوف كيف شغلت الإضاءة الحمراء وسرقت جوال كرم، وهنا الصور الحين ببدأ أصور، إن شاء الله تطلع النتائج نفس ما أنا أبغى يا رب. شوفوا شكلي مرة يضحك وأنا جالسة في البيت ولابس العواي، بس يلا طبعا عندي بستوعب انه من جد المفروض احط لون اخضر مو لون احمر، ايش دخل لون احمر، بس قلك حركه فبحط لون اخضر. كذا خلصت معاكم فلوق اليوم، صراحه ما حبيت اقطع عليكم، ومناسبه زي كذا لازم اصور فلوق، وان شاء الله استمتعتوا معايا وانبسطتوا. باذن الله الجاي افضل، الجاي افضل.